يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الفل عليك يا مصطفى. صباح الفل عليك يا بسنت، وصباح الفل على حضراتكم كلكم. ربما كلنا متابعين المجهود المبذول من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الدراما الرمضانية هذا العام، شايفين عدد كبير جدا من المسلسلات، تنوع في المضمون، عدد كبير جدا من الفنانين ربما شفناهم بعد غياب، عدد كبير أيضا من المفاهيم زي مثلا مفهوم المسلسل الديني استجد على الساحة الدرامية الرمضانية. العمالة الرمضانية زي ما هي فيها تنوع هذا العام، زي ما هي وجبة رمضانية دسمة تناسب الأسرة المصرية بكل أذواقها بما فيها الديني والوطني والكوميدي والاجتماعي، أعتقد برضو أن في سمة مميزة جدا من سماتها اللي هي التتر. ناس كتير جدا بتستنى أغنية التتر باعتبارها هي العلامة المميزة بتاعة العمل الدرامي. عندنا النهاردة ظهور مثلا للكينج محمد منير في مسلسل سر والباتع، عندنا نجم هشام عباس نجم الجميل طلع في مسلسل السفارة أو في تتر مسلسل السفارة، عندنا برضو أحمد سعد في جعفر العمدة، عدد كبير من الفنانين ليهم علامات مميزة يا بسنت. سؤال النهاردة الموجود على الفيسبوك، إيه هو من وجهة نظر حضرتك أحسن تتر مسلسل رمضاني السنة دي؟ إيه هو التتر اللي فعلا حاسس إن هو يعني يعتبر بالنسبة لك اللي فيه موسيقى، فيه أداء، فيه تعبير عن العمل الدرامي؟ الحقيقة فيه كتير، أنت يمكن اتكلمت عن بعض الأعمال اللي فعلا بيشارك فيها عدد كبير من نخبة الفنانين المغنيين المصريين اللي هم في الحقيقة قيمة وقامة للأغنية المصرية. بنشوف مشاركات للكينج في تتر مسلسل، ليه كمان يمكن صوته موجود في رمضان السنة دي بقوة، كنا يعني دايما وحشنا صوت الكينج ودايما عايزين نسمعه في مسلسل مهم زي سر والباتع، فكان لازم مطرب مهم زي الكينج محمد منير. أحمد سعد من المغنيين اللي أنا بحبهم جدا جدا وبحب صوتهم جدا جدا، بحسه من الأصوات المميزة قوي في جيله يعني، فوجوده ومشاركته في مسلسل جعفر العمدة، ومش بس بيغني التتر، لا ده في رباعيات جوه المسلسل نفسه هو بيغنيها من أجمل ما يكون، صوته حلو جدا جدا. في مشاركات كتيرة في الحقيقة، لأنه المطربين المصريين ليهم يعني طابع خاص كده، فالحقيقة لما التتر بيبقى ناجح ولما القائمين على العمل بيختاروا مطرب ناجح وشاطر يشارك في العمل، ده بيضيف أكيد للعمل. احنا لغاية النهاردة عايش معانا مسلسلات كتيرة جدا من سنوات ماضية، لو نتكلم على من التسعينات لغاية النهاردة في مسلسلات لسه عايشة بسبب قوة التتر بتاعها. صح. مين فينا ما ينساش مثلا مين اللي ما يحبش فاطمة؟ لغايه النهارده احنا ممكن نقعد نغني التتر ده. اي بصراحه تتر كان بيشارك فيه الفنان علي الحجار وعمر خيرت مع بعض، كانوا في الحقيقه بيعملوا نجاحات كبيره جدا جدا. رأفت الحجان طبعا وعمار الشريعي طبعا، يعني في تترات كتيره جدا عاشت لغايه النهارده بسبب نجاح الاغنيه والكلمات واللحن والاختيار الموفق لكل ده، نجح العمل وخلى التتر يعيش لغايه النهارده، لانك فاكر كلمات الاغنيه والاغنيه بتعيش بشكل عام. وخلي بالك الحلواني كمان المخرج كمان يعني دايما بيعتبر ان الاغنيه دي هي اهم حاجه في العمل، هو يعني لذلك يعني زمان كان ممكن مثلا ايه يجيبوا مغني مش معروف ويجيبوا مغني، لكن النهارده في اهتمام جد كبير بالتتر ان انت تجيب نجم صوت معروف، كلمات معبرة، يعني كلمات مثلا الكينج محمد منير في سر والباتع عظيمة، حكم، الراجل بيقول فلسفة. أيوه. في التتر الأولاني أحمد سعد في جعفر العمدة عظيم. أنا من الناس اللي بحس لو العمل مش مختارين فيه مطرب تقيل وكلماته كده اللي كاتبها تقيل، أنا بجد الكاتب بتاع تقيل يعني، أنا بحس العمل نفسه مهما كان قوي، لا بحس انه طب ليه جيتوا على ده بالذات وما ما ما اديتوش اهميه ليه.
انت من وجهه نظرك يعني انت يمكن اتكلمت عن سيرو الباتع وطبعا كينج محمد منير واحمد سعد في جعفر العمده. والله كلهم عاجبني طبعا، انا بالنسبه لي كينج محمد منير رقم واحد. مش هكذب عليك، يتظل برضو حاجه زي مسلسل الكبير قوي، الاغنيه الراب جدا بتاعت احمد ميك بترن في ودنا جدا، يعني مع ان هي قديمه بقى لها كذا سنه، الموسم السابع انت بتتكلمي بتسمعها طول الوقت، لكن يظل احمد ميك بشخصيته الجميله زي ما بتحب منير، زي ما بتحب الراب بتاع احمد مكي. بصراحه احمد مكي اللي عمل اغنيه الراب بطريقه صح. انت عندك اللي كانوا بيغنوه قبله، لا معلش كانوا لما بيستخدموا ولا اللي بعده مصطلحات كتير. دلوقتي في تراب اكتر، لكن في اللي كانوا بيستخدموا الراب قبل مكي كانوا بيستخدموا يا اما مصطلحات اجنبيه طول الوقت مش عارفين يوصلوا الكلام، الالحان كانت متاخده اوريدي كانت بتبقى موجوده، فهو اللي عرف يمصر الاغنيه الراب عاملها بطريقه خطيره في مسلسل كبير. دايما يجيب يعني ما بين الايقاع الغربي يقوم داخل بحته شرقي، حته مقسوم، مزيكا، صوت بس كلمه يعني ما بيقولش جمل، وده الحلو. يعني لما جم الشباب عملوا قبله يعني بعد كده هو خلاص بقى ترند ساتر، بقى حد الناس بتمشي وراه. كانوا بقى جمل كتيره باللغات الغربيه، لكن هو مصرها بشكل حلو قوي. انا بحييك على تتر مسلسلك بصراحه. على اي حال ده سؤالنا، يعني خلينا نشوف، ده وجهه نظري انا، وجهه نظر بسنت في المسلسلات الرمضانيه. يظل التتر هو عنوان العمل الدرامي، انت مش هتفهم اللي بيدور في احداث المسلسل زي ما هتسمع التتر. التتر بيفسر طلاسم كتير، وتفضل كل مره تسمعه وتفهم جزء منه لغايه في الحلقه الـ30 تفهم كل التتر ده معمول ازاي ومعمول ليه وايه الكلام اللي موجود جواه علشان تفهم كامل العمل. من وجهه نظرك ايه هو احسن تتر مسلسل السنه دي؟ ده سؤالنا اللي موجود النهارده على صفحتنا على فيسبوك، منتظرين اجابات حضراتكم اللي هنستعرضها بالتفصيل خلال حلقه النهارده. صبح عليكم مره تانيه، صباح الفل عليكم وصباح الخير يا مصر.